بسيط نتاع غلايبة الحمص بتاعنا اللايت الهيلثي باش نستحق 125 غرام حمص، 50 غرام فارين انتيغرال، من 50 ل 75 غرام زيت زيتونة. يعني انتوما وقداش باش تستحقوا، دونك تحضروا الكونتيتي الكل وتصبوا بشويه بشويه. 30 ل 35 غرام فركتوز مرحي ريدوي اون بودر باش يولي كانه سكر غلاس، اي ان دمي ساشي دو بودر ا كريم باتيسيير او فانيلي. 5 ايام تاعي باش نستعمل الغطو هذا. دونك باش نبدا نحط لي زانغريديون سكر كل مع بعضهم. بعد ما عملت تخليطة صغيرة لي زانغريديون سيك الكل مع بعضهم، توا باش نزيد الزيت نتاعي الزيتونة. دونك هذي البات نتاع الخمس ايام تاعي نسيت ما صورتلكمش، زدتها شوية بوفريوة مرحية داكوغ. دونك توا باش نخليها ترتاح شوية وبعد نرجع لها. كان حسيتوا العجينة البات نتاعكم ما حبتش تتلم، تعبتكم شوية، عملوا كيفي أنا، دخلوها شوية للفريجيدير تخرج، نجموا تقدوا بها كيف ما عملت أنا. كيف البودان يتويل تنجموا تقصوها على زوج. باش ندخلوه للفور 150 دغري pendant 15 à 20 minutes. خمسية تاعنا حاضرة، شوفوا تبارك الله محلاها وما شابها، ريحتها بنينة. هاكا ما تحرموش رواحكم، عندكم خمسية لايت ديتاتيك والناس الكل تنجم تاكلها، كيف ما اللي عامل الغجين، كيف ما اللي لهيب روحه، كيف ما مرضى السكر. لطف عليكم ناس الكل، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تعودوها. هيا عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.